بحب اعمل اشي للناس بشكل او باخر يعني. حلو. ادمان بصير، والله بصير ادمان، وانت بتحب دائما تعمل اشي. لا تقول لا لفرصة جاي. اذا بتيجي فرصة حتى لو انت مش يعني متائل روح. والله اول مرة بنزل فيديو بفيش خلقك بيجيني ناس انه شير، ما في اشي راح يجي بوقت قصير. فاذا راح تعمله لازم تكون بتحبه بغض النظر على المردود، بس ما راح تيجيك اذا انت ما بتجرب. جرب فيه حتى لو خسران.